الدين بذرة الخير والمنهج الرباني الذي جعله الله في حياتنا. تعال اليوم نتعرف على موضوع الدين والتدين في برنامج بذور الخير، فحياكم الله جميعا، يا مرحبا. واليوم كل متدين يمثل الدين، كل مسلم يمثل الإسلام، لازم نكون عارفين أنه في فرق كبير ما بين الإسلام كدين وأفعال بعض المسلمين. في فرق بين الإسلام وأفعال بعض المسلمين. وليش نتكلم بهذا الكلام؟ حتى لا تكون أفعالنا وتقصيرنا وأعمالنا حجة على الإسلام بأن فيه نقصا، حتى لا تكون تصرفاتنا مثلبة ومنقصة على الإسلام. ما فيش واحد اليوم لو نظرنا إليه فإنه يمثل كل الإسلام، لأنه كلنا بنغلط وأغلاطنا متفاوتة. هو الوحيد الذي كان يمثل الإسلام، قالت عنه سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان قرآنا يمشي على الأرض. لكن ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولماذا نتكلم هذا الكلام؟ عساس نقارب ما بين أعمالنا وما بين ديننا، لأنه الناس تنظر إلى أعمالنا فتحسبها على الدين، فحتى لا يأتي الإسلام يوم القيامة فيقاضيني أمام الله عز وجل ويقول: يا رب إن فلانا قد أساء إلي بسوء تصرفه، وإن فلانا قد شوه صورتي بالتشوه ما عمل، ما أكون أنا حجة أمام الله عز وجل على نقص الإسلام. أنا بدي أبرر ذمتي أمام الله عز وجل. ولذلك ربنا نزل سورة كاملة في القرآن الكريم، قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبدأ الناس طبعا يناقشوا عن صلاتهم ساهون ولا هم في صلاتهم ساهون. ومنيح ما إن ربنا قال الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن احنا كلنا بنسها، وعن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن وقتها. هو هيك تفسير الآية؟ هو هيك تفسير الآية؟ ما علاقة آخر الآية الذين هم يراؤون ويمنعون معهم؟ شو علاقة الآية بالصلاة؟ تعال نفهم السورة هاي، لأنه هذه السورة هي مثال على الفروقات التي تحصل ما بين الدين والتدين. والله يا إخواني، في بعض الناس نفر الناس من الدين بطريقته بحجة أنه متدين. والله يا إخواني، أنه بعض تصرفاتنا إحنا اليوم لازم نعاتب أنفسنا ونصارح أنفسنا أن بعض تصرفاتنا اليوم كفيلة بأن تنفر الناس من الإسلام. لازم نراجع التصرفات، لأن الناس بيشوفوا فينا الدين، لأن الناس يرون فينا أننا ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يحكمون على ديننا من أفعالنا، لأن الناس يحكمون على عقائدنا من تصرفاتنا. الله عز وجل يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تقدير الكلام: ويل للمصلين الذين هم عن أخلاق صلاتهم ساهون، بدليل أنهم يراؤون ويمنعون الماعون. فكأن الله يستنكر على المصلي أن يرائي، يعني أن يكذب، ويستنكر على المصلي أن يمنع مساعدته للمجتمع. ويل للمصلين الذين هم عن أخلاق صلاتهم ساهون، بدليل أنهم يراؤون ويمنعون الماعون. فكأن الله يقول: إياك أيها المصلي أن تكذب، إياك أيها المصلي أن ترائي، لا يليق بك كمصل، لا يليق بأخلاقك أن تكون مرائيا. والرياء هو عنوان لكل الكذب، الكذب والزور والغش والبهتان كل اسم رياء. ويمنعون الماعون، الذين يمسكون مساعدتهم على المجتمع، لأن المصلي أول من يقف مع المجتمع، أول من يعطي، أول من يبذل، أول من يقف إلى جوار إخوانه، أول من يمد يد المعونة إليهم. فأنزل الله سورة كاملة في أخلاق المصلين. مش الموضوع أخر الصلاة وما أخر الصلاة، ما أنا معي صلاة العصر من أذان الظهر إلى أذان العصر كل اسم صلاة الظهر، صليت في الثلث الأول، صليت في الثلث الأوسط، صليت في الأخير، كل صلاة الصلاة وقعت صحيحة ما دام أنها في وقتها. فكيف أنهم عن صلاتهم ساهون؟ يسهى عن صلاتي، ما معنى يسهى عن صلاتي؟ عن أخلاق صلاتي،
عن مثاليات صلاته، عن عنوان صلاته، عن آثار الصلاة، عن ثمرات صلاته. فإن الناس لا يرون منك صلاتك ولا يحكمون على دينك بعبادتك. يمكن أنت صائم اليوم ما حد بيعرف عنك، يمكن أنت مفطر ما حد بيعرف عنك في الأيام العادية في غير رمضان، منا من هو صائم منا من هو مفطر، لكن ما يدريني أنك صائم وأنك مفطر، هذا بينك وبين الله. ما يدريني أنك تصلي أو لا تصلي، بينك وبين الله. ما يدريني أنك تزكي مالك أو لا تزكي، بينك وبين الله. لكن الناس يحكمون على دينك من أخلاقك. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة. يمكن واحد صلى مبارح في الليل 100 ركعة، وسيدنا علي بن الحسين الشهيد رضي الله عنه من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أئمة أهل السنة والجماعة، كان يصلي في كل يوم 300 ركعة. يمكن أنت مصلي مبارح 100 ركعة، ما أحد يعرف. لكني رأيتك مغضبا تنفر في الناس، لكني رأيتك ظالما، لكني رأيتك تكذب، لكني رأيتك تغش، فأنا أحكم على دينك من تعاملك لا من عبادتك. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام للناس، ولما بقدم إنسان للناس حتى أعرفهم عليه، بقول لهم المهندس فلان، الدكتور فلان، الوزير فلان، الأمير فلان، السفير فلان، يعني أعطيه اللقب حتى أقدم للناس فيعرف الناس قيمته من منصبه، من علمه، من معرفته. فكيف قدم الله عز وجل النبي إلى الناس؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال وإنك على عبادة عظيمة، مع أنه أكثرنا عبادة، ولا قال وإنك على تقوى عظيم، مع أنه أكثرنا تقوى لله، وما قال وإنه لمحب لربه، مع أنه أكثرنا حبا لله، ولكن حبه وعبادته وتقواه بينه وبين الله، ويرى الناس منه خلقه، فقدمه الله من خلاق الأخلاق. فالناس بحكم على دينك بأخلاقك مش بصلاتك. كم هم الذين يصلون بالصف الأول وهو ماكل حقوق خواته في المرآة؟ وكم الذين يصلون في المسجد يوم الجمعة وهو يظلم من يعمل معه، أو لم يدفع رواتب لمن معه، أو يغش في عمله، أو ينقص في ميزانه؟ كم عددهم؟ الناس لا يرون من العبادة، لا يحكمون على ديننا بعبادتنا، يحكمون على ديننا بأفعالنا. ولذلك أصبح هنالك فرق ما بين الدين والتدين. نحن اليوم مطالبون جميعا أن نعيد الثقة في المتدين من خلال أفعاله وأنه يمثل الدين، أن يقترب المتدين من الدين، لا أن يكون المتدين في واد ودينه في واد آخر. فالمتدين لا يقبل منه أن يغش، لا يقبل منه أن يكذب، لا يقبل منه أن يكون صاحب نميمة، لا يقبل منه أن يكون صاحب غيبة. لابد أن نقارب بين الدين والمتدين، لأن الناس يحكمون على دينك بأفعالك. فأسألك سؤال: إذا قدمت إلى الله عز وجل واشتكى الإسلام عليك أنك كنت تكثر أدلك، كنت تغتاب، فحكم الناس على دينك من غيبتك، فبماذا تجيب الله عز وجل؟ هذا لازم تحضر الجواب، لازم تحضر الجواب. عندما بكرة يشتكي الإسلام عليك بأنك كنت أنت تظلم، ويقال المسلم الفلاني هذا كان ظالما، كيف تجد لك مخرج عند الله عز وجل؟ كيف تجد جواب لك عند الله عز وجل؟ إحنا اليوم بحاجة نحضر أجوبة لأفعالنا. إحنا اليوم بحاجة أن نبرئ صورة الإسلام من كثير من أعمالنا. نحن بحاجة اليوم أن نزين صورة الإسلام، أو نظهر للناس زينة صورة الإسلام. الإسلام مزين من ربه، لكن نحن بحاجة اليوم أن نظهر زينة الإسلام بأفعالنا، لأن بعض أفعالنا تنفر الناس. جاءت مرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله طلقني. تتطلق من زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو مصلح اجتماعي، قائد دولة ونبي، لكنه أيضا مصلح، فحاول مع المرأة يعني يلطفها مع زوجها، ودعا زوجها
فقالت يا رسول الله والله لا أنكر منه خلقا ولا دينا، أخلاقه والله كريم وشهم وحشم ورجل ما بطعن في أخلاقه ولا أطعن شيئا في دينه، صايم مصلي مأدي عليه، لا أنكر منه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. طريقة التعامل التي يتعامل بها معي أخشى على نفسي أن أكفر بسببها، أنا خايف يطلعني من ديني، أنا خايف يكفرني. صايم مصلي كريم بنفق على البيت لكن طريقة التعامل أنا أخشى على نفسي من الكفر، من طريقة تدينه، من طريقة تعامله. لا أنكر عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. أنا طريقة التعامل أنا خايف على نفسي يوم الأيام يطلعني من ديني، تطلع مني كلمة أطلع بدون دين. شو السبب؟ التعامل. كم من أناس دخلوا في الدين بسبب التعامل؟ كم من عاملة في منازلنا عاملتها سيدة المنزل بلطافة، وما عاملتها كالقط أو ما عاملتها باحتقار أو فدخلت في الدين. كم من عاملة منزل في بيوتنا دخلت في ديننا بسبب تعاملاتنا. كم من إنسان مغترب أحب أوطاننا بسبب تعاملنا. كم من إنسان جاء زائرا فتمنى الإقامة في أوطاننا بسبب تعاملنا. وكم من إنسان زار بلدا فتمنى على الله في أول طيارة يروح على بلاده من سوء التعامل. كم من إنسان دخل إلى مطارات بلداننا فأحب البلد من ابتسامة من يستقبل الجواز السفر ويخطب. وكم من إنسان على أول طيارة رجع بسفرته من طريق التعامل سائق التاكسي في ذلك البلد. ما هذا موجود وهذا موجود. أنا لا أقول فقط الدين والتدين، بل الوطن والوطنية أيضا. في ناس يسيئون لأوطانهم بإساءة تصرفاتهم، وفي ناس يحببونك في أوطانهم وفي بلدانهم وفي دولهم ببشاشته وملاطفته، فلا تشعر بغربة ولا تشعر أنك في سفر. هذا موجود وهذا موجود. اليوم كلنا بحاجة أن نعيد النظر في تصرفاتنا التي تحكم على ديننا وتحكم على معتقدنا وتحكم على قيمنا وتحكم على ثقافتنا وتحكم على بلداننا وتحكم على أوطاننا. لأنك كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، أنت حارس على باب، فلا نؤتين من قبلك، أو على العدو يدخل من جهتك. ترى كل واحد فينا حارس على باب وطنه ودينه وثقافته، فإياك أن تكون سببا في تسلل عدو إلى دينك أو ثقافتك أو وطنك من خلال ضعف في أداء أخلاقك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين، اللهم آمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.